خدمات لا تتوقف ومجهودات مستمرة مع قوافل ستر وعافية التي تبوب محافظات الجمهورية. قرية غرب تيرة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ كانت المحطة 23 للقافلة لتستهدف خدمة أكثر من 30,000 مستفيد من أهالي القرية وتوابعها. ننتشر على مستوى القرية بشكل كبير، بنعمل فيها عدد كبير جدا من الخدمات. الخدمات دي زي المساعدات الغذائية والمساعدات النقدية والعينية، كمان بيكون معانا خدمات صحية زي ما احنا واقفين في الوقت الصحي النهاردة. في النهاردة بنشارك كراتين مواد غذائية زي ما حضرتك شايف، طرق الأبواب، بنروح لأسرنا وأهالينا في كل مكان داخل المركز بتاع الحمول. بنشارك النهاردة بتوزيع كراتين بملابس، مصنع ملابس قرنفل الأطفال. موجودين بتوزيع كراتين غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا، وموجودين برضو في كرنفال للأطفال بنوزع هدايا على الأطفال، وفي قوافل صحية برضو. القافلة الطبية كعادتها شملت العديد من التخصصات وفتحت أبوابها أمام الجميع بالمجان، بالإضافة إلى تركيب أجهزة تعويضية. الناس كانت مستنية العمل ده فعلا، فالكل جاي لحد الكفالة الطبية أنا اليوم، والكل كشف وهذا علاجه وكل أمور تمام يعني. ناس كشفوا علينا عظام وادانا علاجنا، وكشفنا عيون وادانا علاجنا، وناس زي العسل وناس زي السكر وناس على دماغنا من فوق بيقدموا كل حاجة. يعني أنا حللت وكشفت على عيني وخدت علاج وعملت نظارة كمان. كشفنا سكر وعيون ولا عنده عملية يعملوها، وكشفنا عظام وخد على قالوا لي في لجنه هنا تبع الايتام، فجبته عشان اعمل له اجيب له كرسي واجيب له عربيه تبع العاجز. كما شملت القافله حملات توعويه بكارت الخدمات المتكامله لذوي الهمم، بالاضافه الى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك خدمات تنظيم الاسره والتوعيه بالصحه الانجابيه. النهارده قدرنا نفيد عدد كبير من السيدات موجودين تحديدا في الحمول في غرب تيره في كفر الشيخ، مهتمين كمان كمؤسسة بهية ان احنا نوصل لاكبر عدد من السيدات على مستوى كل المحافظات علشان نوصل لهم التوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي. ركن من الأركان الأساسية لأنشطة التحالف الوطني والخاص بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، بجانب المساهمة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات. هدفنا النهاردة نتلقى طلبات جديدة، حالات في النهارده جزء كان مقدم عندنا بالفعل هيتم فك كربه النهارده وسداد المدنيه بتاعته وانهاء القضايا اللي عليه. في كمان النهارده فقده وعي، هنوعي الناس ضد ايصال الامانه وخطوره ايصال الامانه وفكره التوقيع عامه او البصمه على اي وجه. انا عليا فلوس ومد بتاع الخير هيدفعها لي، والله يصلح حاله يا رب في شر المرض. ونشكر كل واحد يساعد اي واحد غلبان، ربنا يجزيهم خير يا رب ويكون خير على يدهم ان شاء الله. تضمنت القافلة أيضا توزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق للتحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال وأنشطة ترفيهية. حاجة جميلة بصراحة النهاردة، والأضواء جميلة بصراحة، والألعاب جميلة تحفة. الأجواء كانت حلوة جدا، وإحنا حبينا الحفلة وعايزين حفلات كتير، وشكراً للتحالف الوطني، وعايزين يعمل لنا كمان حفلات زي ديت وتبقى جميلة بالشكل ده. أنا بشكركم من كل قلبي، شكراً للحفلة الجميلة المتاحة ديت، وشكراً للتحالف الوطني. هنا كان معرض الملابس والذي احتوى على أكثر من 9,000 قطعة ملابس بأسعار مخفضة تناسب جميع الأعمار. معرض النهاردة هدفه إن هو يوصل هدوم بأسعار رمزية للأسر، كل انواع الهدوم جالي حريمي اطفال كل حاجه باسعار رمزيه جدا. كنت بجيب لبس والله البسه ما عليش لبس خالص. عارف شكرا، عارف شكرا على اللي انت عملته. حاجه كويسه بصراحه، وهدوم كويسه وكشف كويس وعلاج كويس وكل حاجه كويسه. بمشاركه 19 كيانا من كيانات التحالف الوطني عبر اكثر من 3,000 متطوع وموظف وتنفيذي، تم تنفيذ قافله ستر وعافيه والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.